بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا السياسة الكندية والقضايا الكندية. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا طرأ على الساحة السياسية الكندية قبل أسبوع تقريبا، ولكن تداعياته عم بتزيد وعم بكبر، فحبينا نستضيف أو مش نستضيف يكون معنا، لأنه هو ليس ضيف بل من صاحب البيت، أخونا الأستاذ حسن، وحيكون معنا الدكتور نور لاحقا. طبعا في البداية بدي أرحب بزميلي وصديقي الأستاذ دكتور هشام اللي حيبدأ في موجز سريع لأهم الأخبار السياسية. تفضل. طبعا أول شيء زي ما تعودنا حنعطي نتفة أخبار هيك على السريع من أخبار سياسة النورث أمريكا والعالم. أول شيء سمعنا خلال الأسبوع اللي فات، طبعا احنا بنحكي في تداعيات هجوم على الكابيتول هيل، فخلال الاسبوع اللي فات في كان اعتقالات واسعه جدا من الاف بي اي لمهاجمي مبنى الكابيتول هيل. الشغله انه مش بس الاعتقالات، لان الاعتقالات شغاله، بس انكشف انه في مجموعه من اعضاء الكونغرس، سواء اللي هم الهاوس اوف ريبريزنتيف او السينتس، كانوا عملوا جولات اللي هي الجولات الزياره اللي بيعرفوا فيها الناس عاده على مبنى الكابيتول هيل، لمجموعة من الناس اللي كانوا بيهاجموا اللي شاركوا في الهجوم، مع انه هاي الجولات ممنوعة تماما من شهر 3 تقريبا من وقت هجمة الكورونا والجائحة. فهلأ التحقيقات عم تجري، طبعا الاف بي اي بيحقق بشغل، بس رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي عم بتطالب بتحقيق جو بداخل الكونغرس، وممكن يؤدي، ما بنعرف يعني، هاي في لسه حولها كتير علامات استفهام دستورية، انه ممكن هل ممكن يؤدي هاي التحقيقات تكتشف تورطهم، هل إنهم ينعزلهم من المجلس لأنهم منتخبين، ولا إقصائهم عن المناصب، ما حدا لسه بيعرف، بس واضح إنه الموضوع كبر أكتر عن إنه بس مجرد هجوم من مجموعة. الخبر الثاني اللي كان موضوع كتير لنقاشات وجدالات على الـ يعني حتى السوشيال ميديا العربية، سواء العرب في كندا أو العرب في البلاد العربية، اللي هو مظاهرات روسيا. إحنا الأسبوع الثاني تقريبا من مظاهرات حاشدة في روسيا، بعد لما اعتقلوا المعارض الروسي المعروف أليكسي نافالني، اللي هو كان له فترة في ألمانيا بعد ما كان مسافر، وقالوا إنه تم تسميمه والدولة اللي سممته. هو طبعا معارض معروف، بس رغم إنه بوتين عمره ما ذكره ودائما بيقلل من قيمته في الهاي، كان نعرف في ألمانيا، وتهددت روسيا إنه إذا بترجع بنعتقلك. فهو ما سمع، يعني ما اهتم، ورجع قبل أسبوعين واعتقلوه على طول في المطار يعني. بعدها بكم يوم اعتقلوا زوجته، ومن يوميتها من أسبوعين لهم مظاهرات حاشدة، مظاهرات عنيفة يعني. حتى اليوم سمعت إنه حصيلة الاعتقالات في الأسبوع اللي فات لوحده حوالي 3000 معتقل. طبعا السبب اللي بنحكيه انه العرب منقسمين، خصوصا في السوشيال ميديا، ما بين مؤيد لبوتين وصوروه انه بطل وانه هو اللي انقذ روسيا ومش عارف ايش، وما بين معارض تماما وبقول لك انه هو مجرم، وبيوصف نافالني انه هو بطل القادم وهو اللي حيحرر روسيا من الفساد وغيره يعني. فهي اللي خلينا نذكر الموضوع، انه كان موضوع اهتمام للناس خاصه العرب على
منصات التواصل الاجتماعي. خبر الثالث من خبرين ضايلين أكيد من كندا. هلا الحكومة الكندية الفيدرالية تحديدا في مأزق، لأنه عقب إعلان شركة موديرنا إنها حتخفض نسبة تصدير لقاحها بنسبة 20-25% بعد ما فايزر كانت أعلنت هالشيء قبل أسابيع. كانت الحكومة الكندية لما طلعت فايزر بهذا الكلام قالوا لهم معلش نحن في عنا اتفاقات مع شركة تانية وبالأخص شركة موديرنا، ويعني حنغطي اللقاحات بوقته، عنا يعني عنا بلان بي زي ما بقولوا. فهلأ بلان اي وبلان بي صار عليهم مشاكل، فالحكومة شوية في مأزق. طلع رئيس الوزراء جاستن ترودو بيحاول يطمن الناس وعم بيقول حنشوف وحنتفاوض مع الشركات لأنه في بيناتنا اتفاقات، رح نشوف شو ممكن نعمل، ما بنعرف شو بيصير، بس هذا اللي صار أول امبارح تقريبا، أول الخميس على أول امبارح يعني على الجمعة. الخبر الرابع، شكلها الحكومة سمعت كلامنا في الحلقة الفاتت لما كنا بنحكي عن مسجد الكيبك، وتمت قامت بإعلان يوم 29 يناير أو كانون الثاني في كندا يوم وطني لذكرى مسجد كيبك، ونفسه يوم لمكافحة الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام وجرائم الكراهية والعنصرية. لأول مرة في كندا يعلن شيء زي هيك، وقبلها بكم يوم بس حابب أقول كمان إنه أعلنوا عن منظمة اللي هي البراود بوز اللي حكينا عنها برضو في حلقة قبل هيك. البراود بوز اللي هي منظمة أنشأها كندي أمريكي في أمريكا، اللي هي كانت من المنظمات اللي شاركت وفي اعتقلوا أعضاء كتير منها شاركوا في الاعتداء على الكابيتول هيل، قامت بإعلانها منظمة إرهابية. فهي عم نشوف يعني إنه الإجراءات في اللي عم بتمشي الحكومة في مكافحة الإرهاب ومكافحة الكراهية عم بتزيد. ما بعرف إذا الدكتور أو جمال أو الدكتور أو الأستاذ حسن حابين يتعلقوا على أي من الأخبار. أنا سأعلق على الأخبار الكندية وأترك للدكتور جمال إذا كان عنده أي تعليق عن الأخبار الأمريكية. أولا طبعا نحن نشكر الحكومة الكندية على إعلان يوم 29 من يناير كانون الثاني يوما وطنيا لذكرى شهداء مسجد كيبك ولمكافحة الإسلاموفوبيا، وهذا أمر مهم جدا. ونحن منذ وقوع الاعتداء وحتى اليوم نعمل بطريقة جادة وحثيثة ودائمة للوصول إلى ما وصلنا إليه، ونحن نشكرهم كما نعرف لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أنا من هنا من هذا المنبر أشكر طبعا الحكومة، وأشكر جميع العاملين من صفوف الجالية ومن حلفائنا ومن كل المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة لهذا العمل، وهذا يدلنا مرة أخرى أن هنالك متسع في الديمقراطية للحصول على مطالبنا، وإن طال الأمد بعض الأحيان يعني استمر الأمر 4 سنوات، ولكن الحمد لله. ولكن هذه خطوة يجب أن تتبع خطوات، يعني إعلان يوم وطني هذا شيء جيد، ولكنه مجرد إعلان، يجب أن يكون هنالك قوانين تعرف ما هي الإسلاموفوبيا وتجرم الإسلاموفوبيا، حتى يكون هنالك طريقة عملية لمحاسبة الذين يروجون لثقافة الكراهية ويحرضون على الاعتداء على المسلمين أو الاعتداء على غيرهم. وإن لم يتبع هذا الإعلان قوانين وقرارات حكومية بهذا المجال، سيبقى هذا الإعلان كإعلان قرارات جامعة الدول العربية حبرا على ورق. هذا من ناحية الحكومة الكندية. نحن هنا في كيبك للأسف لا نزال نعمل لإقناع حكومة كيبك باتخاذ خطوات في هذا القبيل، خاصة نحن هنا في كيبك أهل القتيل، أهل الميت كما يقولون عندنا بالعربية. الاعتداء حصل في مدينة كيبك وفي مقاطعة كيبك، ومدينة كيبك هي عاصمة كيبك، والاعتداء حصل على بعد مسافة قصيرة من برلمان كيبك. من باب أولى أن تكون كيبك سباقة في هذا المضمار،
ولكن للأسف حتى الآن هنالك نوع من المعارضة لهذا التوجه، ولكن نحن مستمرون، وكما يقولون ما ضاع حق وراءه مطالب. هذه النقطة. النقطة الثانية تجريم المؤسسة Proud Boy أو ما يعني الشباب الفخورون التي هي مؤسسة من العنصرية، هذا أمر جيد أيضا وكنا نطالب به منذ فترة طويلة. إذا أحث جميع المستمعين والمشاهدين حتى وإن كان هنالك غيوم في بعض الأحيان، وإن كان هنالك في بعض الأحيان تلكؤ أو تردد من قبل المسؤولين، علينا المتابعة وعلينا ألا نيأس عاجلا أو آجلا، إن شاء الله سنحصل على حقوقنا. وشكرا وشكرا. إن شاء الله إن شاء الله. حنبدأ اليوم في موضوعنا وهو استقالة الحاكم العام في كندا وتداعياتها على السياسة الكندية. في البداية أنا بدي أسأل سؤال للأستاذ حسن يوضح للجمهور أكثر عن عمل من هو الحاكم العام، أو من هي الآن هي سيدة بس هو الاسم جنرال الجوفرنر جنرال الحاكم العام في دول الكومنولث وكندا بشكل خاص. هو مؤسسة دستورية كندية تعود لقرون من الزمن. هي مبدئيا كما نعرف كندا هي عضو في الكومنولث، وكندا مبدئيا مملكة، يعني رئيس الوزراء هو ليس رئيس الدولة، رئيس الدولة هو التاج البريطاني، تاج الكومنولث ليس التاج البريطاني يعني. وبالتالي نحن هناك في كندا لسنا تحت سيطرة أو حكم حكومة بريطانيا العظمى أو حكومة إنجلترا أو كذا. حكومة بريطانيا العظمى وحكومة كندا وإيرلندا وإستراليا كلها تعتبر سواسية في الكومنولث، وكلها تتبع للتاج الذي هو الآن ملكة إليزابيث الثانية. الملكة إليزابيث الثانية لا تحكم مباشرة لأنها غير موجودة، عندها ممثل الذي يسمى باسم الحاكم العام، ولكن هي وظيفة إلى حد ما شرفية، وظيفة فخرية كما نقول دائما، هي تملك ولا تحكم. وفي كل مقاطعة يعني مثلا في أوتاوا عندنا الحاكم العام، في المقاطعات في كل مقاطعة هنالك ما يسمى نائب الحاكم العام، ولكن نائب الحاكم العام هو مجرد تسمية، هو لا يرتبط بالحاكم العام، يرتبط مباشرة بتاج الكومنولث. يعني النائب الحاكم العام في أونتاريو أو في كيبيك لا، رئيسه المباشر ليس النائب الحاكم العام في أوتاوا، وإنما رئيسه المباشر هو الملكة. أوكي. لذلك هنالك نقطة مهمة جدا، عندما مثلا أعطيكم مثلا بالقضايا الجنائية، مثلا في كل مرة تقاضي الحكومة، تقاضي الدولة شخصا معينا أو مؤسسة معينة، يقول التاج الملكة ضد فلان. يعني مثلا إذا مثلا قضية ضرائب مثلا، أو قضية حتى قضية سير، مخالفة سير أو أي، عندما تستلم أنت المقاضاة الإبلاغ من قبل المحكمة، لا يقولون وزير العدل ضد دكتور جمال، يقولون الملكة ضد دكتور جمال. هذه النقطة. النقطة الثانية، في بعض الأحيان بعض المحافظات، بعض المقاطعات تقاضي الحكومة الفيدرالية، والعكس عندما يكون هنالك خلاف حول قضايا معينة يكون هنالك شكاوى، إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى حل عن طريق التفاوض كما حدث مع ألبرتا، أيوة، تقاضي المقاطعة الحكومة الاتحادية أو العكس. ما الذي يكتب في ورقة في الدعوة؟ الملكة ضد الملكة. وبالتالي كنا نحن نتندر عندما كنا طلابا في كلية الحقوق، كنا نقول أن هذه السيدة تحب المشاكل لدرجة أنها إذا لم تجد شخصا ترفع عليه دعوة ترفع دعوة على نفسها. يعني مثلا إذا ذهبت إلى السجلات ورأيت مثلا كما تفضلت قضية ألبرتا، لا تجد أن حكومة ألبرتا ضد حكومة كندا، لا تجد الملكة ضد الملكة. نعم.
لا، من المهمات التي يقوم بها الحاكم العام هو تعيين الحكومة. طبعا كلها قضية شرفية، كما نقول قضية رمزية. هو الذي يوصل الحكومة إلى الحكم هي الناخب، هي الديمقراطية، هي الناخبون. ولكن عندما تجري الانتخابات ويفوز حزب معين بأكثرية، يعود الحاكم العام هو الذي يكلف زعيم الحزب الذي حصل على الأكثرية، أو على الأقل على أكبر عدد من النواب إذا كانت حكومة أقلية لن يكون عندها الأكثرية كما يحصل الآن. ولكن مثلا كمثل بسيط، عندما كانت انتخابات عام 2019، جيلي بيات طلبت من السيدة تريدو أن يشكل الحكومة، يعني هي التي عينت الحكومة، وأمامها أقسم الوزراء يمين القسم، وهي التي افتتحت البرلمان. في كل دورة من دورات البرلمان يكون هنالك، كما تحدثنا في دورة سابقة عن خطاب العرش، يقال خطاب العرش لأنه هو الحاكم العام هو الذي يقرأ. طبعا هي الحكومة هي التي تكتب الخطاب، وهي سياسات الحكومة وقرارات الحكومة. ولكن يأتي الحاكم العام في جلسة مشتركة لمجلس العموم ومجلس الشيوخ، ويعني للبرلمان كاملا، والحاكم العام باسم الملكة لأنه هو يمثل الملكة يقرأ البيان. في بلادنا العربية كان يقال البيان الوزاري، وإنما هنا يقال خطاب العرش. وهي كذلك هي أو هو القائد. اليوم عندنا حاكم عام رجل، هو الذي هو كان رئيس المحكمة العليا، أيوة هو، لأنه في الدستور عندما يشغر منصب الحاكم العام يتولى تلقائيا رئيس المحكمة الدستورية العليا، هذا يملأ هذا المقعد حتى يقترح رئيس الوزراء على الملكة شخصا آخر. ندخل في هذا الشيء، حندخل في هذا الشيء بس. ولكن هي كما أقول الحاكم العام هو القائد العام للقوات المسلحة. نعم. يعني الحاكم العام هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة. بس. أوكي. أنا قبل ما أعطي الأسئلة الباقية للأستاذ هشام بدي أرحب بالدكتور نور اللي عم دخل معنا. أهلا بالزعيم. سامعين؟ في صوت عندك مشكلة دكتور. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا. اليوم مش داخل الكمبيوتر شكلك. ما ادخل من الكمبيوتر يا اوكي. طيب دكتور هشام تفضل. اول شيء خلينا اسال سؤال بالنسبه لدور اللي حكيناه عن دور الحاكم العام، لان انا قرات في الموضوع اول ما صارت هاي، وشفت في ناس عم بتقول او في مجموعات عم بتقول انه دور الحاكم العام والادوار هاي ادوار صوريه وبتعزز البيروقراطيه في البلد، فهل فعلا هذا الكلام صحيح؟ هل دور الحكام العامين او سواء في المقاطعات او على المستوى الفيدرالي ادوار كتير شكليه ما لهاش لازمه، ولا في شيء معين ما بيقدر حدا يعمله غير الحاكم العام؟ لا، هي دور شرفي او دور رمزي، وتكلف تكلفتها تكلفة باهظة للميزانية للمواطن. ولكن هذا اللي سمعته على فكرة، هم اللي اعتراض على انه الراتب عالي وهذا ما فيش له، يعني ما لهش قيمة فعلية. دكتور هشام سنتكلم عن هذا لاحقا، ولكن تصور الآن هنالك لغط حول الراتب الذي ستستلمه السيدة بيات مدى الحياة، 150 ألف دولار سنويا مدى الحياة بعد استقالتها، إضافة إلى تكاليف مكتبها وسفرياتها التي تقتون تقريبا حوالي 100,000 دولار بالسنة، يعني ربع مليون دولار بالسنة لحاكم عام متقاعد أو مستقيل. تصور الحاكم العام الذي سيكون في مركزه. إذن طبعا هنالك تكاليف باهظة، ولكن وهنالك نزعة قومية في كيبك تطالب بإلغاء الملكية برمتها.
وبما فيها منصب الحاكم العام. هنالك نزعة في هذا الاتجاه، ولكن أقول لك بكل صراحة هذا لن يتم لا غدا ولا بعد غد لسبب بسيط، لأنها في الدستور الكندي. وتعديل الدستور الكندي من سابع المستحيلات يحتاج لجهود كبيرة وتعاون كبير من يعني لن ندخل بهذه التفاصيل، ولكن منذ أيام تشارلتاون ومن أيام ميتشليك وكل هذه الأمور تعلمنا ككنديين أن تعديل الدستور الكندي ليس بالأمر السهل، وخاصة للتاج البريطاني نوع من الشعور العاطفي في كندا الإنجليزية. في كندا الفرنسية هنالك رفض تام، ولكن في كندا الإنجليزية لا يزال هناك الكثيرون من الكنديين ذوي الأصول البريطانية متعلقون بالتاج البريطاني أو بالتاج بالملكة ومؤسستها. ولن يحصل إلغاء الملكية غدا. قد تحصل هنالك بعض التعديلات، كما أن الآن المعارضة تطلب من الحكومة بعدم دفع التعويضات للسيدة بيات بما أنها استقالت. قد يكون هنالك نوع من كما يقولون نوع من الانفتاح في هذا المجال. أما أن يأتي أحد ويقول والله سنصوت بيان في سنصوت على إلغاء الملكية أو إلغاء دور الحاكم العام، فأنا لا أتصور أن هذا سيحدث قريبا. واضح. دكتور نور، بما أن هذه الحاكم العام هي الممثلة للملكة أو الممثلة لوجود الملكة في كندا، هل يتم اختيارها مباشرة من قبل الملكة؟ هل تبحث بالداتابيس تبعت الكنديين وتختارها؟ كيف يتم اختيار هذا الحاكم العام؟ اختيار ممثلة الملكة أو الحاكم العام في كندا يبدأ أولاً باقتراح من رئيس الوزراء، فهي كما يعين الوزراء، رئيس الوزراء له الحق بالإصلاح الاسم ملكة مباشرة، ومن ثم كما قرارات الحاكم العام يحاول الجميع من عبر الملكة اقتراح بسيط، يعني مهر الاقتراح الذي يأتي من رئيس الوزراء، يعني كما على الحاكم العام تعين الوزراء باقتراح رئيس الوزراء وهي بموضوع رمزي تؤيدهم، كذلك تعيين الحاكم العام يأتي باقتراح من رئيس مجلس الوزراء الكندي، ومن ثم الملكة إليزابيث في هذه الحال تعين الحاكم العام، وليس يعني قلما يعني لم يشهر التاريخ انه الملكة رفضت تعيين اي حاكم عام مباشرة. يحق للملكة رفض تعيين اي حاكم عام، ويحق للملكة إقالة اي حاكم عام، وحاليا استقالة السيدة جولي بيات لم تأتي عن عبث، كان من الممكن أن يأتي هنالك اقتراح عبر رئيس مجلس وزراء إلى الملكة لإقالتها، كون أنه التدقيق جاء بمعلومات سلبية عن معاملتها للموظفين، وأن استقالتها كانت قد سبقت اقتراح إقالتها عبر رئيس الوزراء. بدي أضيف هل وضعها حزبي أم هي ليست حزبية؟ بأغلب الأحيان يكون غير حزبي، ولكن يحق لرئيس الوزراء اختيار أيا كان. مثلا رئيس الوزراء ترودو الأب كان قد اختار أعتقد سيد إد شراير رئيسا، واللي هو كان رئيس حزب الـNDP سابقا، اختير ليكون ليملأ مركز الحاكم العام، وهو يعني الحكومة كانت ليبرالية بقيادة بيير إليوت ترودو، واختار أحد الناس من حزب الـNDP ليرأس. وفي أحيان أخرى مثلا بيير إليوت ترودو اختار روميو لبلان اللي هو والد السيد دومينيك لبلان
الوزير الحالي ورئيس البرايفي كونسل في كندا. رومي لوبلان كان ليبرالي وكان نائبا في الحزب الليبرالي عن الحزب الليبرالي، وكان وزيرا في إدارة ترودو، ومن ثم عينه السيد ترودو حاكما عاما لكندا. في حق لرئيس وزراء اختيار الحاكم العام من دون، ممكن أن يكون حزبيا وممكن أن لا يكون حزبي، ليس هنالك أي صفة في الموضوع. إضافة لما قال الدكتور نور، الدور أو على الأقل شخصية الحاكم العام تطورت في البداية، حتى تصور حتى عام 1952، قد تخونني الذاكرة من ناحية العام، ولكن في البداية كان دائما كل الحكام العامون مولودون في بريطانيا وكانوا من الطبقة الارستقراطية. بعد ذلك أصبحوا كنديين مولودين في كندا، وكانوا فيما مضى إما سياسيون سابقون كما تفضل الدكتور نور، أو عسكريون سابقون. كلاركسون، مدام كلاركسون، يعني إضافة لما أشار إليه الدكتور نور، مثلا جان سوفي كانت وزيرة أيضا في حكومة تريدو، يعني كانوا يأتون إما وزراء سابقين، وزراء أو نواب أو قادة عسكريون. ولكن مدام كلاركسون كانت صحفية، بعد ذلك ميشيل جان كانت ذلك صحفية، وبيات هي عالمة فضاء. وبالتالي الآن تطور هذا الدور، ولكن حتى عندما كانوا يأتون من عالم السياسة، وإن كانوا حزبيين قبل تعيينهم، بعد تعيينهم يتجردون من صفاتهم الحزبية أو تحزباتهم ويصبحون، لأن المهمة والدور والوظيفة هي وظيفة عابرة للأحزاب وعابرة للأيديولوجيات السياسية، يجب أن تكون متجردة نهائيا كمنصب القضاء تقريبا. نعم. وهنالك نقطة أخرى كذلك في البروتوكول، أو بالأحرى على الأقل التقاليد، يأتي حاكم عام من الفرنسي ويتبعه إنجليزي وهلم جرى، هنالك التناوب. يجب يعني مثلا الذي أتوقعه الآن بناء على هذا التقليد، أن يكون الحاكم العام الذي يلي مدام بيات يجب أن يأتي من كندا الإنجليزية. أوكي. سوري، تفضل دكتور. موضوع التناوب هو موضوع عرفي بحت، يعني يطرح هذا الموضوع. مثلا كان يقال أنه دائما في الحزب الليبرالي الكندي أنه قائد الحزب كان يأتي مرة من كندا الإنجليزية ومرة من كندا الفرنسية، وهذا ما حصل مثلا عندما كان بيير إليوت ترودو رئيسا زعيما للحزب في العامين 80 استقال، كان جون كريتيان يريد أن يترشح لزعامة الحزب، وقيل له أن الآن الدور هو لإنجليزي ومحبب جون تيرنر، واستقال كريتيان من السياسة في العام 1990. ولكن هذا الموضوع هو موضوع عرفي بحت. كان يعني أدريان كلاركسون عندما عين السيد كريتيان رئيس الوزراء كان كصحفية وهي كندية من العرق الأصفر، وميكاييل جون عندما عينها السيد بول مارتان كحاكمة عامة لكندا من ذوي البشرة السمراء من أصول هايتية، أخي حسن هما صحفيتين يعني من جاء من عالم والصحافة. وكان الفرنسي العرق الفرنسي أو الإثنية الفرنسية، يعني مدام جان تعتبر فرنسية، هي من هايتي، يعني من هذه الناحية ثقافيا هذا العرف كما تفضل دكتور نور 100% كلامه سليم، هو عرفا وليس بالضرورة دستورا، عرفا يجب أن يكون. وكذلك يحاولون دائما أن يكون ثنائي اللغة، يتكلم الفرنسية والإنجليزية. هناك استثناءات طبعا، وكلما كان هناك استثناء يثير لغطا كبيرا. طب خلينا ننتقل لشغلة الحاكمة هلأ، اللي هي المشكلة اللي صارت. أول ما
السابقه اللي لم تعد حالها. انا بحكي المشكله مش اللي مش الحاكي مقبول المشكله. دكتور جمال ما في صوت. عندي سؤال سريعا بس تكمل للفرنسي والانجليزي، ماذا بشان الانديجينس بيبل؟ هل حصل انه كان عندنا نائب عام من الانديجينس بيبل؟ على حد ما اعلم له. لم تحصل سابقا، وهناك الان اصوات تنادي بتعيين حاكم عام من الاصول من السكان الانديجينس بيبل، وهنالك لغط كبير انه تعيين شخص السكان الاصليين لا يعني شيء بالنسبه لموضوع الريكونسيليشن على المستوى او معامله اصليين كمعامله ان كان الريزيدنشال سكولز او الانديان. كلارشن هي من أصول، مدام كلارشن هي من أصول آسيوية، ميكائيل شام من أصول هايتية، وحتى نائب الحاكم العام في ألبرتا في هذه الأيام من أصول هي مسلمة من أصول أتصور إفريقية أو هندية أو ما مشاكل. يعني هنالك نوع من الانفتاح، ولكن أي انفتاح سياسي واجتماعي يتطلب وقتا طويلا. لا استبعد ان ياتي يوم يكون هنالك الحاكم العام او نائب الحاكم العام او ربما رئيس وزراء من السكان الاصليين، ولكن تحتاج لوقت طويل ونضال طويل وصبر ومعاناه. ايوه. طب نرجع بالنسبه للشكاوى اللي صارت، يعني اول ما سمعنا انها استقالت ما كان في كتير تقارير عن حكوا في اعتداءات في يعني شكاوى بشكل عام، بس هلا عم نسمع تفاصيل، يعني وصلت التفاصيل بتقول انه 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 وصلت الاعتداءات للاعتداءات الجسديه، يعني كانوا بلا تلميح انه في ضرب كان او something، وفي واحد حتى بيقول انه من كتر الخوف صار معه تبول لا ارادي او something. يعني عم نسمع تقارير بشعه في هاي الاشياء. طب يعني هاي الاشياء كانت عم بتصير لها اكثر من سنة أو سنتين من وقت ما تعينت، ليش ما كانت هذه الأشياء بتطلع؟ هل كان في برأيكم يعني هل كان في محاولة للتغطية، خصوصا إنه الحكومة ما بدها، واجهت يعني مشاكل كتيرة سياسيا، فهل كان في تغطية؟ هل الناس ما إجتش فورورد؟ ما يعني هاي الأشياء عم بتصير لها وقت، ليش بس هلأ طلعت وأبت على السطح وصرنا نسمع فيها مرة واحدة؟ سؤال لي ولا لدكتور نور؟ الاثنين اللي بحب يجاوب. الذي أتصور لا أتصور ضغوطات حكومية بقدر ما هي ضغوطات مجتمعية. يعني كأي مشكل، انظر مثلا هذه موجة ميتو التي قامت العديد من النساء التي تم الاعتداء عليهن، وبدأت موجة، ولكن كان دائما الأمر يحتاج إلى من يشعل أول شرارة. عندما تحصل أمور كهذه الأمور الضحية تتصور أنها هي الوحيدة، تتصور أن الآخرين سيقفون ضدها، يعني هنالك نوع من الخوف والتردد وكذا، ولكن عندما تزداد الأمور تزيد عن حدها، وبدل أن يتم تداولها خلف الجدران شيئا فشيئا تخرج للعيان. وهذا ما أتصور أن أول إذا 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 إذا, إذا 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 نذكر أول ما بدأ الحديث عن هذا كان تقرير من قبل السي بي سي، كان تقرير صحفي، كان عندما خرج التقرير الصحفي بدأ البحث، عينت الحكومة مؤسسة خاصة للتحقيق، عندما خرج التحقيق اضطرت الحاكم العام أو الحاكمة العامة للاستقالة. ولكن طبعا أنا لست من الداخل 100%، يعني ولكن لا أتصور أن هذا التأخير كان ناتجا عن ضغط حكومي، ولكن قد أخطئ. يعني أنا أريد أن أتناول الموضوع من زاوية الإخفاق في تعيين
السيدة بيات لمنصب الحاكم العام في كندا. الإخفاقات من الخيار أولا، يعني نحن إلى تعيين الحاكم العام تاريخيا كان رئيس الوزراء يختار شخصية معروفة للشأن العام، يعني إن كان سياسيين سابقين أو صحفيين ولديهم باع طويل في الشأن العام ومعروفة جيدا. قد تكون السيدة بيات معروفة أكثر خارج الكرة الأرضية مما هو عليه الكرة الأرضية، يعني قد تصلح لتكون حاكم عام قمر أو على المريخ، بس في كندا أي شخص لأي وظيفة من هذا النوع يمر عبر عدة مراحل كان السيد ترودو قد تخطاها جميعها. يعني أضرب أمثلة، مثلا إبان اختيار الحاكم العام أيام ستيفن رئيس الوزراء الأسبق ستيفن هاربر، كان هنالك حكومة أقلية وكان طرح اسم معروف في الساحة هو ديفيد جونستون، واللي هو كان رئيس جامعة في ساوث وسترن أونتاريو في واترلو، وكونه رئيس جامعة ومعروف حتى في ذلك الحين السيد ستيفن هاربر لم يطرح اسمه مباشرة للملك، تداول مع الأحزاب الأخرى. أذكر أنه عين في ذلك الوقت وزير المالية الأسبق المرحوم جيم فلاهرتي، وطلب منه أن يتواصل مع الأحزاب الأخرى وتحديد حزب الديمقراطيين جدد والحزب الليبرالي لطرح هذا الاسم، وأنه إذا كان هنالك من اعتراضات على الاسم قبل أن يطرح هذا الاسم على الملكة. ويعني السيد ستيفن هاربر كان يعي أنه تعيين اسم للحاكم العام شخص مرموق مثل السيد جونستون لم يأخذ الموضوع على عاتقه كونه كان في حكومة أقلية، واختار الأحزاب واستشار الأحزاب الأخرى ليطرح الاسم على الملكة، وهذا ما لم يحصل فيه. الجزء الثاني في موضوع اختيار، معلش دكتور أنا هون بدي أوقف عند نقطتين لو لأنك حكيت عنهم. الأولى، هل يتوجب على رئيس الوزراء إذا كان بحكومة أقلية أو أغلبية، هل في فرق في التعيين أما هو لا؟ والشيء الثاني معلش أنا بدي أحط اثنين مع بعض، إنه السيدة جولي بيت عالمة فضاء وكانت يعني يمكن وضعت اسم كندا بالنسبة إنها مرأة وطلعت على الفضاء مرتين و فكان أصلاً تعيينها في البداية له أثر إيجابي من قبل الكثير من الناس إنه هي عالمة ووضع عالمة في هذا الموقع، مش شرط إنها تكون سياسية. فبس هدول النقطتين لو تحطنا عليهم تركيز. يعني الأسئلة مهمة جداً. رئيس وزراء يأخذ على عاتقه طرح الاسم إلى الملك، وليس بحاجة إلى confidence vote من مجلس النواب. يعني ولكن عرفيا انه انت كل هذه الخيارات، يعني عندما تختار عندما تكون بحكومه اقليه وتختار الوزراء التي سيهم الحاكم العام او الملكه، انت بحاجه الى دعم الاحزاب الاخرى. فانه عندما تكون بحكومه اقليه وستطرح اسم من هذا الشكل للملكه، يعني من باب اللياقة أكثر من أي شيء دستوري إنك تطرح هكذا اسم على الأحزاب الأخرى إنه نحن في صدد تعيين هذا الشخص لمنصب الحاكم العام، وقبل أن نضع هذا الاسم أمام الاختيار نريد أن نرى إذا كان أي اعتراض على الاسم. هذا ما قبيه السيد ترودو. الأهم في هذا الموضوع أنه يعني مركز الحاكم العام
هو سيريمونيال رمزي سيكون في كثير من الفعاليات، ويمثل كندا في أماكن كثيرة، وعليه أن العام يجب أن يكون أن يمثل صورة مميزة عن البلد الذي يمثل، وفي داخل المؤسسة التي يرأس. يعني الموظفون يلومون الحاكم العام على مستويات، يعني رأينا أنه كانوا منطعدين من تعيين الحاكم العام. جميع الحكومات كانت تعرف أنه عندما الموظفون الذين يخدمون الحاكم العام هم موظفون رسميون في الحكومة الكندية، يعني بالpublic service، وكانوا عندما يعينون للحاكم العام لمركز منصب الحاكم العام، كان نائب المنصب الحاكم العام أو السكرتير للحاكم العام كان يأتي من الموظفين public service، كان يكون دايركتر أو دايركتر جنرال بالpublic service، مدير عام بالpublic service، ويعين مساعد الحاكم العام. هذه المرة السيدة بيات اقترحت أنه تكون المساعدة لها المحامية التي هي كانت مساعدتها الخاصة، وجاءت يعني بفول باكج، يعني حاكم عام. الأولى أنه النائب الحاكم العام أو سكرتير الحاكم العام جاء مع الحاكم العام ولم يأتي من الببليك سيرفيس، اللي هو على دراية كاملة بإدارة ملفات الموظفين الحكوميين، التعيين والطرد والتوظيف وما إلى ذلك، وأنه الحاكم العام يذهب إلى أعماله. كانت الحاكمة العامة مع مساعدتها يقبضون على رقاب الموظفين الحكوميين، وهذا ما حدا بهم مع الوقت إلى أن يظهروا سوء المعاملة إلى الشأن العام وإلى الإعلام. تفضل. إضافة، أنا دائما لا أعارض دكتور نور، ولكن أضيف فيما مضى كان رئيس الوزراء يقدم لائحة من عدة أسماء للملكة لتختار بينها، وتغير هذا العرف وأصبح يقدم اسما واحدا. طبعا ليس هنالك ما يلزم رئيس الوزراء، كما تفضل دكتور نور، ليس هنالك ما يلزم رئيس الوزراء باستشارة الآخرين، ليس هنالك ما يلزم باستشارة طاقمه أو حتى وزرائه. بإمكاني أن يقول والله أنا حلمت رأيت في المنام أن فلان هو أفضل مرشح وسأعينه، ليس هنالك ما يلزم. ولكن بما أن هذه المسؤولية أو هذا المنصب هو رمزي ويمثل الدولة ويمثل الحكومة وهو رئيس الدولة، يجب أن يرفع ويترفع عن المهاترات والمزايدات السياسية. ومن هنا من هذا الباب، سواء كانت حكومة أكثرية أو أقلية، تحاشيا للمهاترات ولإمكانية المزايدات، من الأفضل أن يستشير رئيس الوزراء الآخرين حتى إذا كان هنالك ما مفاجأة كما حدث مع السيدة بيت، على الأقل أن يكون الجميع من باب اللياقة ومن باب الاحترام المتبادل يكونوا متضامنين في مواجهة هذه المستجدات، دون النزول بمركز أو برمز أو باسم الحاكم العام إلى مستوى المهاترات الحزبية أو السياسية. أوكي. كما نعرف أن هي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الدولة. لذلك من الأفضل الاستشارة. يعني وفقط الاستشارة، يعني لو ما حصل أي شيء كان ما هذه السيدة، يعني إذا رأيت ظلمة من الخارج، اختيار جيد بحد ذاته،
يعني بما أن هي رمزية لن تتخذ أي قرار سياسي ولن يكون عندها أي ميزة ولن توافق على ميزة ولا 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 ومجرد يعني مجرد هي صورة تعطي صورة عن البلد. نعم. تأتي بامرأة مظهرها هي عالمة فضاء وتتكلم الفرنسية والإنجليزية بطلاقة وعندها خبرات، يعني إذا نظرنا بتجرد نرى أن الخيار خيار جيد، ولكن مسلك سلوكيات هذه السيدة هو الذي أوصلنا إلى ما نحن ما وصلنا إليه. ربما كان من الواجب، لا أدري إن كان قد تم ذلك أم لا، ربما كان من الواجب التحقق في سيرتها الذاتية وعلاقتها مع الآخرين. السيدة لم تولد الأمس، يعني عندها تاريخ طويل من العمل في مؤسسات أخرى ومع أشخاص آخرين في أماكن أخرى ومسؤوليات أخرى. ربما كان هنالك من الضروري أن يتم التحقق من هذه الأمور. لا أتصور أن هذه الأمور بدأت بين ليلة وضحاها، يعني عندما توظف موظفا حتى ولو بسيطا أو في مؤسسة معينة يتم الاتصال بزملائه السابقين أو بمسؤوليه عن العمل في العمل السابق. لا إن كان تم هذا أم لا، ولكن لو كان هنالك تحقيقات فيما مضى ربما كانوا قد اكتشفوا بعض الشيء قبل أن يتم اختيارها. طب أنا بدي أسأل دكتور نور سؤال، يعني معلش دكتور نور، لو حدث هذا الموضوع، يعني إحنا بنحكي عن هراسمنت صوتي وهراسمنت يدوي، وحتى يعني زي ما حكى الدكتور هشام إنه كان في ناس وصلوا لدرجة إنه صار عندهم مشاكل نفسية وجسدية من وراء هذا الموضوع، فهل لو حصل هذا الموضوع في مكان آخر، نحكي بوزارة من الوزارات، واحد من الدايركتر سوى هذا الشيء، هل سيحاسب قانونيا؟ هل سيصير شيء كبير على هذا الموضوع أو سيلتغي من منصبه ولن يأخذ أي من أتعابه أم لا؟ يعني هنالك حالات كثيرة لدى الحكومة من موظفين رسميين وفي إدارات عليا كانوا قد فصلوا من أعمالهم، وحتى البعض منهم فصلوا من دون راتب وإلغاء جزء من نظام الشيخوخة البنشن على أساس أنه كان أخلوا بقواعد العمل. البعض كان من ضمن سكشوال هراسمنت، بعض الاخر كان من استعمال سوء استعمال اموال، والبعض اخر كان من استعمال الشأن العام لاسباب سياسيه، وهنالك عده حالات حصلت. يعني الغريب في موضوع السيده بيوت انه أشخاص من هذا النوع يعني معاملة خاصة وليست بسواء، يعني الخطأ عندهم لا بنفس الطريقة مثل أناس آخرين في أماكن أخرى. يعني كنا رأينا مثلا النواب من البرلمان فصلوا لأسباب مواضيع مثلا الوزراء استقالوا من مناصبهم وذهبوا من دون معاش او مرتب. يعني السيد بيل مورنو مثلا وزير الماليه استقال على الويد شاريتي سكاندل وذهب مع الريح، يعني وقال انه هو سيترشح الى منصب الامين العام لل OECD المنظمة الدولية للتنمية من ذلك السباق الأسبوع الماضي، لن يحصل على مرتب لمدة طويلة كالتي ستحصل عليه السيدة بيات عبر استقالتها من مركزها ومنصبها. لماذا؟ هي رأس الدعوة، وهذا ما يقول عنه الدستور. يعني الجدير بالذكر أيضا أنه منذ ستة أشهر كانت
هذه الأمور طفت على الساحة وتكلمت عنها تكلموا عنها في الإعلام، ولم هي شيء إلا ما عند إلا عندما جرى التحقيق بذلك الأمر، وأن التحقيق أخذ أكثر من 6 أشهر. وخلال هذا التحقيق كنا رأينا حكومة جديدة، ورأينا أيضا خطاب من العرش وكل هذه الأمور. والآن يعني عندما مثل ما يقولوا وصل الموس للحية، كان لا يمكن أن تغطي أبدا، ما تغطى هذه المشاكل أبدا. قدمت استقالتها، كان قد تأخر الوقت، والآن يعني السيد ترودو يتحمل هذه المسؤولية. كما أشار الأستاذ حسن أنه في الفاتينج بروسس أو تقييم الشخص لتعيين لم تأخذ الأمور كثيرة من الاعتبار. يعني السيدة بيات كشف الآن كنت عامل موظفين سابقين بطريقة جيدة، وفيما لو كان كانت عملية تأخذ المجرى الرسمي، إنه ينظرون المعرفين عنها reference check، يعني كانت هذه الأمور قد عرفت قبل التعيين. الجزء الثاني يعني بالتعيين يعني خص يعني قد تسأل عنه عن سيري إنه كيف يعمل مع الآخرين، team work أو do you work well with others، يعني أشياء بديهية بتعيين أي موظف صغير، فما بالك برأس للدولة أو لحاكم عام. هذه كانت السيدة ترودو يتحمل مسؤوليتها لأنه طرح الاسم بناء على ما يخدم قضاياه بأمور كثيرة. يعني مثلا موضوع مهم جدا كان اختيار سيدة من أصول فرنسية في كيبك، كان هذا سيعطي المزيد من الأرقام، وكونه أرقامه كانت في كيبك ترجع بالأخص بعد صعود حزب البلوك كيبكوا وحصوله من 33 ناخب في الانتخابات 2019، وكان أنه يعني لك 10 مقاعد كان يمكن للحزب البلوك كيبكوا بأقل من 1000 صوت. فهو كان يحاول أن يعزز وجوده لكيبك. كيبك يقول للفرنسيين أنه نحن يعني حتى الحاكم العام هذه المرة هي امرأة ومن أصول فرنسية وعالمة وكيبكر. لم يذهب، كان يمكن أن يأتي بهذه المواصفات دون أن يتخلى عن عملية الترسمية الرسمية التي عليه أن يقوم بها. أول استشارة الأحزاب الثانية، كما قلنا هو ليس ضرورة ولكن عرف قام. يعني أنا كنت من أكثر دين لرئيس وزراء ستيفن هاربر، ولكن عند تعييني للسيد جونستون لا يمكن إلا أن ترفع له القبعة على ما قام به بتعيين وزير المالية الأسبق بأن يتواصل مع الأحزاب الأخرى وأن يسألهم إذا كان لديهم أي اعتراضات عن تعيين ديفيد جونستون رئيس جامعة ووترلو لمنصب الحاكم العام، علما أنه كان شخصية عام ومعام ومعروف وكان لديه باع طويل في الشفاء. السيد ترودو كان يعني زاد إلى إخفاقاته، كنا رأينا ما حصل في عمليات كثيرة، كان أخيرها الويت شاريتي وقبلها أيضا الأس أن سي لفلان سكاندل واستقالات جودي ويلسون ريبول البوت من الوزراء، يعني هذه إضافة جديدة إلى أخفاقاته. المشكلة الأكبر أنه السيد ترودو في استقالة السيدة بيات كان يعطي نفسه يعني انه الانجاز انه نحن قمنا بتقييم وعند
وعندما لم تقيم بطريقة جيدة، وأين المشاكل التي حصلت في المجتمع العام أنها مشاكل لا يسكت عليها، فهي استقالت، ويعد هذا إنجاز كما كتب الصحفي بول ويلز عنه اليوم، أنه هو يعطي نفسه الكريدت أنه بهذا التحقيق، وقد أخفق كثيرا في التعيين وهو يحاول يغطي عن هذه عن تلك الإخفاقات. دعني في ولو مرة في بداية برنامج أختلف بعض الشيء مع تقييم الدكتور نور. لو كانت المسألة مجرد مسألة حزبية وانتخابية، كان بإمكانه إذا أراد، لو مجرد أنه أراد سيدة فرنسية من كيبك، كان بإمكانه أن يجد سيدة أخرى من كيبك. هنالك شخصيات كثيرة في كيبك وفرنسيات، وعند وبإمكان أصحاب كفاءات أيضا. إذن التحقيق لا أدري لأي درجة حققوا عن تاريخ هذه السيدة، ولكن كان بالإمكان تحاشي الزلة التي وقعنا بها لو كان هنالك نوع من دراسة ملف أو تاريخ هذه السيدة فيما مضى. أما الآن الذي يحصل وأرى الساعة عقارب الساعة تطاردنا، سأجمل موضوعا مهما جدا. الآن هذه إن شئنا نقول الأزمة، إن لم نقول فضيحة، الأزمة في قضية الحاكم العام في كيبك لها ارتجاجات أكثر بكثير مما هي في كندا الإنجليزية، لأن كيبك تاريخيا معارضة للتاج البريطاني. يعني في كثيرون من كيبك يعتبرون أنفسهم حتى الآن أنهم مستعمرة. من هنا الدعوة التي تقوى وتضعف من حين لآخر ولكنها موجودة، الدعوة للاستقلال، ويعتبرون أنفسهم حركة تحرر الوطن، سواء وافقتهم أم لم توافقهم، ولكن هذا الاتجاه موجود وكان في عدة فترات في السلطة. الآن الحزب البارتي كيبيك والحزب الحزب الكيبيكي الحزب القومي سيقدم اقتراحا لبرلمان كيبيك بإلغاء الملكية. هذا الاقتراح قدم سابقا خلال فترة حكم السيدة بولين ماروا، ولم تستطع الحصول على تأييد الأحزاب الأخرى. لا ندري إن كانت الأحزاب الأخرى في هذه الفترة ستؤيد أم لا، أم تعارض، ولا وحتى ولو كلها أيدت لن تستطيع أن تلغي الملكية الملكية، لن تستطيع أن تلغي الملكية كما أسلفنا في البداية، أن إلغاء الملكية سواء في كيبيك أو في كندا يحتاج إلى تعديل دستوري، وأي محافظة بمفردها لا تستطيع تعديل الدستور، ولكن تبقى الخطوة خطوة رمزية. يعني إذا لو صوت برلمان كيبيك بالإجماع، أنا لا أقول أن هذا سيحدث ولكن الاحتمال موجود، إذا كان هنالك تصويت من إن لم يكن بالإجماع على الأقل أكثرية ساحقة في برلمان كيبيك لإلغاء الملكية، ولن يستطيعوا إلغاء الملكية، سيكون حجة أخرى أننا في كيبيك تحت الاستعمار الإنجليزي أو تحت الاستعمار الكندي، ولا مجال للكيبيكيين إلا الاستقلال. يعني هذه الأزمة، وإن كانت أزمة شخصية وإن كانت أزمة تعامل صاحب عمل مع موظفيه، قد يكون لها عواقب وخيمة على اللحمة الوطنية في كندا، وكان بالإمكان تحاشيها كما قلنا بالتحقق من التاريخ الوظيفي للسيدة جيلي بيت. نعم. أنا عندي بس شغلة في هذا الموضوع، لأنه إحنا دائما كنا نحكي عن 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 موضوع التحقق من الموظفين الحكوميين، لأنه إحنا تقريبا ما عندنا، وحتى المرشحين يعني اللي بيطلعوا للبرلمان ما في عندك غير العمر والجنسية وشغلات ما بتطلعوا في الباك جراوند تبعتك، ما بتطلعوا في، شفنا وصلنا نواب وصلوا للبرلمان من خلفيات عرقية متعصبة، مش حنحكي لمين، بس عرقيين متعصبين، في ناس عندهم تاريخ أسود في التعامل مع الموظفين مش بس في الحاكم العام. فهلا اللي بدي أسأله، شو اللي بعد هيك؟ هل أولا
امتى ممكن، امتى ايش التايم لاين او الزمن اللي حنحصل فيه على او اللي ممكن ان يتعين فيه حاكم عام جديد، وهل هذا يا ترى اللي صار راح يكون درس مش بس للحاكم العام، درس لكل الحكومة الكندية بانه اللي بده يجي لمنصب سياسي او حتى بده يترشح لمنصب سياسي يكون في عنده شوية فت. يعني احنا عارفين انه ما في اي واحد بيجي بقدر يقول لك انا شفت كم من يوتيوب فيديو بدي اصير دكتور، ما بتصير. بس في السياسة اي واحد بينزل وبرشح نفسه، مع انه احيانا يكون له تاريخ مش مشرف في عنصرية، في تعامل مع موظف، في كذا. هل راح نشوف لقدام في اختيار الحاكم العام او في غيره انه راح تكون في يعني ستاندردز احسن في التتبع او التراكينج او يعني زي ما بيقولوا تحقق من ماضي الناس اللي حيدخلوا على السياسة؟ بس توضيح بسيط، معظم الأحزاب التي ترشح ناس الانتخابات بيكون عندهم vetting process كثير كبير. يعني عندك كان أكثر من 100 صفحة بالحزب المحافظين وبحزب وبالحزب الـ NDP وحزب الجرين. هلا عم بيجي على المرشح اللي بده يترشح على النومينيشن داخل الحزب بيكون يعني في بروسس كاملة بسموه جرين لايت بروسس، بيعملوا له انترفيوز، بيطلبوا منه يثبت كل شيء عامله، بيعملوا باك جراوند تشيك، بوليس تشيك، وفاينانشال تشيك، وكل هذه الامور تؤخذ بعين الاعتبار قبل الترشح. هلا في بعض الاحيان بارتيزان بروسس، يعني انك تكون انت حزبي بحت، يحق لزعيم الحزب انه يختار شخص الجرين لايت يعني باي ابوينتمنت من دون الدخول بهيدي البروسس والعودة الى الاصول والتحقق من خلفية الشخص اللي بده يترشح. وهذا ما رأيناه في أحزاب كثيرة وعند كل الأحزاب، إنه يكون عندهم ناس بيختاروهم بس لأنه جابولهم أموال كثيرة للحزب، أو لأنهم هني اسم مميز، أو لأي سبب من الأسباب، وقد يتغاضوا عن أخرى. في الولايات المتحدة الوضع أفضل بكثير، لأنه داخل الحزب هنالك ما يسمى بالبرايمريز، أو الشعب بيختار المرشح داخل الحزب. يعني انت بدك ترشح مع الحزب الديمقراطي للكونغرس، بيكون في برايمريز بالكونغرس، وهيك شفنا مثلا جمال بومان ولا الهار ولا لورا بوش ولا اي او سي الكسندرا اوكازي كورتيز، انه كانوا قد اقصوا نواب في الكونغرس الامريكي لأعوام طويلة، يعني يعدون من أكثر الناس كسياسيين مخضرمين، خسروا لأن الناس لم تختارهم كمرشحين. علنا نصل إلى هذا الشيء في كندا، ويحق لي مثلا إلكشنز كندا أن هي تمر في هذا الموضوع. بالنسبة للعام لن أرى تغييرا، لأن موضوع الحاكم هو موضوع دستوري، ويحصل هنالك تغيير دستوري لن يكون هنالك أي تغيير، ستبقى الأمور ضمن رئيس الوزراء سيقترح الاسم الذي يراه مناسبا للملكة لكي اختاره. مما لا شك فيه ما أشار إليه الأخ حسن أنه هذا سيكون له تداعيات كثيرة في الانتخابات المقبلة، بالأخص في مقاطعة كيبك، فهذا شأن سيعليه الانفصاليون الكيبيكيون كثيرا في الانتخابات المقبلة، وأنه يعني الديباك والمناظرات في كيبك سيطرح من خلال موضوع جولي بيت وإخفاقاته، حتى لو كانت يعني طلب السحر. السيد ترودو جاء بهذه السيدة الفرنسية من كي تساعده في الانتخابات المقبلة، انه اختاره سيستعمل اخفاقاته
الفرنسيين الانفصاليين بلوك كيبيكوا في الانتخابات المقصية السيد ترودو وترودو يخسر الكثير من الأصوات جراء هذا الاختيار. استاذ حسن قبل ما أقول للأستاذ حسن بس عندي 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 كلمة بحب أحكيها للدكتور. أنا يعني أعارضك تماما في موضوع الولايات المتحدة وعند الفيتنج بروسيس تبعهم خصوصا مؤخرا لأنه وصول ناس زي جوش هولي وشو اسمها جرين هاي مارجري تايلر جرين هذا يدل على إخفاق تام في البنية التحتية للنظام الأمريكي لأنهم أحيانا مش معناته أنك أنت بتعطي للشعب أنه أنت أحسن لأنهم هدول وصلوا عن مناطق كلياتها من أصحاب اللي بيأمنوا في نظريات المؤامرة وغيره وغيره وصلوا لهذا المنصب وبنهيك عليهم كمان هذه مساوئ الديمقراطية يقولوا لك عشر أحمر أصحاب سمارك ماشي بس برضو أنا لما حكيت يعني عندنا فرق في إخفاقنا في النظام الكندي إنه عم بتركوها للأحزاب بس ما بتيجي بتطلب الحكومة من الحزب كيف عملت له فيتينج أو بتطلع على أي شيء بتركوها للحزب. المفروض أنا من رأيي المفروض الحكومة صحيح تترك للحزب بس لما تيجي وتقول بتقول له طب ليش طنشتوا إنه هذا البني آدم كان له تصريحات عنصرية قبل هيك وفي نواب وصلوا وإحنا بنعرف في كندا ولهم تصريحات عنصرية واحد منهم حتى مؤخرا عليه في أونتاريو حتى لما حكى عن الدكتور تام وإنها بتتعاون مع الصين وغيره هذه ليس لها أي أساس من الصحة وعيب تنحكى أساسا وكاين ماخذ تبرع من واحد وايت سوبريمسيست حتى لو كانت 130-140 دولار بعدين بقول لك أنا ما عرفتش يعني كمان هذا كله المفروض إن أنا برأيي السؤال إن أنا بعرف الأحزاب بتعمل بس بنعرف إنه الأحزاب بايست والحكومة للأسف ما بتطالب بتقولهم تعالوا وروني شو الفيتنج بروسيس يعني المفروض زي ما أنت قلت ال HR مثلا في أي مؤسسة بيعمل فيتنج بس بيروح للإدارة وبتطلع كيف عملتوا له فيتنج ولو سمري كيف 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 ال HR اختار هذا الشخص هذا على مستوى شركة مش على مستوى دولة. المستوى الدولي أعتقد لازم يكون في عنا شيء وبلاش نقارن حالنا في أمريكا هلأ تحديدا عشان هلأ الموضوع في أمريكا متشابك. أنا سوري بس حبيت المداخلة. أستاذ حسن تفضل. الساعة الآن 8:08 لم أطيل عليكم. المسألة هنالك مسألتين. أولا اختيار مرشحين لأننا مزاجنا خلطنا ما بين المرشحين للانتخابات والمعينين من قبل الدولة كالحاكم العام. المرشحون للانتخابات تختارهم أحزابهم وكل حزب له طريقته في الاختيار. هناك أحزاب تجري انتخابات داخلية يسموها nomination وهناك أحزاب زعامة حزب هي التي تعين وحتى الذين يقولون أنهم عندهم انتخابات داخلية في كثير من الأحيان لا يحترمون الانتخابات الداخلية. ولن أطيل في شرح هذا إن اللبيب من الإشارة يفهم ولكن الأمر متروك للأحزاب بينما وهذا لا تصور إذا كان هنالك أي تغيير سيجب أن يكون التغيير من قبل الأحزاب والتغيير يحصل شيئا في شيئا يعني فيما مضى كان كل المرشحين في الأحزاب يتم اختيارهم من قبل زعامة الحزب شيئا فشيئا يتجهون نحو الديمقراطية المحلية ليست مثالية كما قلنا سابقا ولكن شيئا فشيئا يتجهون نحو الشفافية والانتخابات الداخلية وكذا بينما الوظائف العامة وإن كان مركز الحاكم العام هو مضمون من قبل الدستور ولكن هذا لا يمنع من اتفاق الأحزاب أو السياسيين الموجودين في البرلمان لإيجاد نوع من الشرعة فيما بينهم أو العرف فيما بينهم أن يكون هنالك طريقة معينة لاختيار الحاكم العام كما يحصل في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ أو القضاة في المحكمة الدستورية العليا أو كذا وإن كانت هي مبدئيا هي الحكومة التي تختار ولكن هنالك آليات لإشراك الآخرين واستشارة الآخرين أتصور أنا لا أستبعد أبدا بعد هذه الأزمة التي مررنا بها أن يكون هنالك نوع من التعديل وإن لم يكن تعديلا دستوريا كما قلنا التعديل الدستوري صعب
ولكن على الأقل تعديل إداري أو تعديل ميثاقي ما بين الأحزاب الموجودة لطريقة معينة من ترشيح الأفراد. يعني إحنا شرفنا على النهاية، ولكن نحن جميعا الآن في انتظار تعيين الحاكم العام الجديد الذي سيستلم مفروض منصبه في أقرب وقت، بحيث أنه يشغل هذا المنصب الدستوري المهم بالنسبة لكندا، ومع أنه منصب شبه فخري، ولكن إذا أي قانون بده يصدر من الآن إلى وجود الحاكم العام لازم يوقع عليه. وطبعا في عندنا تفضل. لا 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 جمال، مع احترامي لك، عندنا الآن حاكم عام. يعني إذا صدر غدا قانون الحاكم العام ليس هنالك فراغ دستوري. أوكي. الحاكم العام الذي هو كان حتى استقالة جيلي بيات، كان هو جيلي بيات الذي كان هو رئيس المحكمة العليا، عندما استقالت مباشرة ملأ هذا الفراغ الدستوري. يعني إذا كان هنالك مثلا، إذا سقطت مثلا حكومة تريدو لأنها حكومة أقلية، مباشرة الحاكم العام الحالي بإمكانه أن يدعو الانتخابات. أوكي. أو اسمه ريتشارد فاغنر باي ذا واي. ايوه. او اذا مثلا احزاب المعارضه، وهذا لن يحصل، ولكن اذا احزاب المعارضه اتفقت على انها ستسقط تريدو وتشكل حكومه ائتلاف كما حصل مع ستيفان ديون، او كما كاد ان يحصل مع ستيفان ديون، الحاكم العام الحالي بامكانه ان يقبل استقاله تريدو ويقرر اما يدعو الانتخابات عامه او يطلب من الحزب الثاني تشكيل الحكومة. يعني ليس هناك دستوري. كان هذا سؤالي ولكن أنت أجبت عليه، ممتاز. ولكن يعني لا أتصور أن هنالك كنديا سيخسر ليلة من النوم لمجرد أن هنالك انتظار لتعيين حاكم جديد. لن يتغير أي شيء في حياتنا. الحمد لله. الذي سيحصل هو النقاش ما بين الأحزاب الموجودة في البرلمان على التعويضات المالية التي ستحصل عليها جيلي بيات. هل ستتمتع بربع مليون دولار سنويا مدى الحياة، أم أن الحكومة ستصغي لاحتجاجات المعارضة وتقول بما أنها استقالت، وخاصة على خلفية على سوء استعمال السلطة، بإمكان فإذا لا يحق لها هذه المخصصات. نعم. أما ما تبقى دستوريا أو حتى عمليا لن يتغير أي شيء في حياتنا العامة. نعم. وأتوقع عندها هي، يعني ما تخافوا عليها، عندها فلوسها من تقاعدها من الطيران والفضاء، فأتوقع أنها راح تعيش. أوكي. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكر الجميع اللي كانوا معنا، سواء من المشاهدين أم من إخواننا وزملائنا الأستاذ حسن والدكتور نور والدكتور هشام. كانت حلقة ممتعة ومهمة جدا، نعرف دور الحاكم العام وكيف يتم تنصيبه ولماذا استقالت الحاكم العام في كندا. مرة ثانية نشكركم جميعا ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية، وتكونوا بألف خير. تصبحوا على خير.